حمص بساتين حي جبر. نحن الآن نزور أول مكان حصلت فيه مجزرة في بساتين حي جبر، راح ضحيتها 12 شخصا من آل الزعبة ومن آل الوعر ومن آل جانصيص. هنا تم إعدام 12 شخصا بدون أي ذنب. هنا آثار دماء أحد الأشخاص، وهذه إحدى الرصاصات. نشاهد الدماء، دماء المواطنين الأبرياء على الجدران وعلى الأرض. وبعد أن اكتشف بعض سكان هذه المجزرة، قاموا بسحب الجثث ووضعها هنا في هذه المساحة، حيث تم تصوير أول فيديو المجزرة من بساتين حي جوبر. وهناك فيديو يظهر هذا الباب بالضبط، هذا الباب وهذه الساحة. هنا تم تصوير 11 شخصا مقتولين، أو بالأحرى تم إعدامهم هنا في هذه المساحة. بعدها قام الأمن بتهجير أصحاب هذا المنزل، وهم من آل الوعر، وقام بعدها بإحراقهم. تم إحراق المنزل بعد تهجير سكانه، تدميره بشكل كامل.